أنا بريئة بريئة، هو القضية وطني مية بالمية. أنا بريئة بريئة، القصة وما فيها إنه الوطن بده جنود، عملناه ونجنود تنحمي الحدود. يا مدافع دافع، يا مرافع رافع، يا مدافع دافع، يا مرافع رافع، صوتك أقوى من المدافع. القصة وما فيها إنه الوطن بده رجال، عملناه نرجان سياف وخيان. قالوا من الطوع طوعناهن، قالوا من دافع لبسناهن، من كون ظلمناهن. أبدا أبدا يا هالناس بدكن وطن يعلى ويكبر، بدنا وطن يعلى ويكبر يعلى ويكبر، درعو قاسي ما بيتكسر، درعو قاسي ما بيتكسر. يا هالناس بدكن وطن يعلى ويكبر، بدنا وطن يعلى ويكبر يعلى ويكبر، درعو قاسي ما بيتكسر، درعو قاسي ما بيتكسر. لازم نحنا نحمي حدود وفوق تلال ونوقف عسكر. يا مدافع دافع، يا مرافع رافع، يا مدافع دافع، يا مرافع رافع، صوتك أقوى من المدافع. هيدي خديعة، هيدي مؤامرة، هيدي خيانة عظمى. روق أنا الحاكم بأمري، أنا الري يا باشا، أنا أراوز، أنا مش فوتبول بين إجريكم. ري يا باشا ما في زوم للزعل. في أكبر الزوم، دخلتوا الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبتوا مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي أحكمك بالخنق. شو؟ بالشنق تتكوني مثل للباقيين. ليش شو عملنا؟ هيدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء. إذا نحن ب 24 ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟ أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس. ريا باشا حكمك مدروس؟ معلوم. لك يبقى ذنبك بذنبين يا شاطر. ليه ذنبي بذنبين؟ ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكتر من هيك؟ بسيطة، هادي ساعبة مساعبة. خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني. أنا بحياتي كلها ما بقى لعب أمار أبدا. شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على أصبغ نامي؟ بالأول روحوا دفعوا اللي عليكم ولي عليكم. لك شو جابك انت؟ شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قد ما صرت رايح وجاي واحجز الكرسي لصالح المستر، وهالمرة ليا باشا خسرها على نص مليون. تعال شوف على بنا دفعنا الحجز وخلصنا. ايه كنت سكران ابن الحرام، اشو جسبيتي علمته بايدي من ورا، بس على السكرة نسيت علمته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطلة، ممكن هالمرة بس نص مليون. بدفع بس بشرط واحد. ايه تفضلي. اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي. تحت امرك. بدكن بلد يعلى ويعمر؟ بدنا بلد يعلى ويعمر. فاذا قررنا باسمي انا الريا ومرتي واشوش وجوكرية القصر بالحكم على المتهمة بالبراءة. Yeah!
تتعم ما تتعم.